من الكويت لكويت عاش واهلها واللي يحب الكويت لكويت يضحي لاجلها سعيدة اليوم جدا بإني أنا أكون في مروج عشان أشوف المسيرة الجميلة والرائعة اللي قاموا فيها الشباب. مسيرة المواهب الكويتية تحت شعار اسمه سمة الدانات. هذه المسيرة هي كانت فكرة الشباب بالكامل، هو عبارة عن تعاون بين فو وبين برنامج ألوان يعرب مع الكاتب والمخرج يعرب برحمة. احنا حبينا ناخذ عملية التدريب إلى نقلة مختلفة، مو بس تدريب أكاديمي، تدريب ميداني متكامل حق كل المواهب وأصحاب المواهب. يعني احنا مثل ما تفضلتوا مثلا نقول احنا المصور هي موهبة، الكاتب موهبة، المخرج موهبة، بالنهاية هذه موهبة والرياضة موهبة. فاحنا حبينا ناخذ هذه المواهب وندربها ونطورها، فما بالك لما اشتركوا معنا 40 شاب وشابة من مختلف قطاعات في الكويت، منهم طلبة جامعة ومنهم موظفين ومنهم أمهات. يعني هم كان عندهم شغف وكان عندهم هواية وانضموا إلى برنامج ألوان يعرب، وهذه كانت خلاصة برنامجهم التدريبي. يعني هذه بالنهاية هو كانت فكرتهم. واليوم أحتفل في طلبتي في برنامج ألوان يعرب التدريبي، بحيث أنه هذا الكرنفال، كرنفال سمة الدانات، هو مشروع التخرج مالهم. الطلبة هذيل اشتغلوا 6 أسابيع اللي طافت يتعلمون على أسس الإنتاج وفنون العمل الجماعي. البرنامج هذا برنامج ميداني يعلمهم أسس الإنتاج وهم يشتغلون على مشروع حقيقي، ومشروع حقيقي اليوم صار في مروج بمساندة ودعم، ويعني أنا ممنون له من فو وفو آي. اللي يميز المسيرة هذه إنها هي أساساً الوحيدة، ما تسوت مسيرات من قبل. يمكن آخر مسيرة تسوت بالكويت احتفالات يمكن بالسبعينات أو الثمانينات إذا ماني غلطانة. تسوت المسيرة لأن إحنا كنا بنشجع الشباب إن يسوون شيء جديد، يطلعون بإنجاز جديد بفكرة جديدة. الوقت كان قصير لهم بس هذا كان متعمد، ما كنا نبيهم ياخذون راحتهم. الواحد يطلع احسن ما عنده لما يكون تحت الديدلاين. هم اللي قاموا في كل شيء، احنا عيننا عليهم، جبنا لهم متدربين من احسن من احسن الاختصاصات بالكويت تحت اشراف الاستاذ يعرب برحمة. عدد من المتدربين في الكلام، في الالحان، في الديزاين، في الاخراج، في الايفنت مانجمنت كله. ومثل ما قلت لكم عيننا عليهم عشان نشوف شو اللي يقدر يطلع منهم. اليوم مو بس ابهروكم انتوا، ابهرونا حتى احنا. يعني اول واحد احنا عندنا 3 عروض. اول عرض انا صراحه انا بكيت ان عندنا شباب كذي وشابات كذي بالكويت، دمعت عيني. كلهم قاعد يتساعدون وكلهم قاعد يسوون اشياء برا اللي مسوين. ولاحظ ان هذول كلهم موظفين، والتدريب كان عقب دوامهم، يعني يطلع من دوامه اي عندنا يتدرب، يقعدون لسه 11 بالليل. طبعا ما يخفى عليكم منصة فو هي دائما الحاضنة الاولى، ويعني وهي دائما تسعى انها تصنع او تساهم في صناعة جيل جديد مميز، يعني في شتى المجالات، في شتى القطاعات، منها الرياضي، الثقافي، الاجتماعي، العلمي. يعني الهدف الأساسي إن نحتضن الشباب ونحاول أن ننتقل معهم من البداية، من الشعلة، من السبارك، إلى مراحل متقدمة وإلى العالمية. اليوم أمانة أنا حابة أني أشكر مخرجنا المبدع المتألق دوما صاحب فكرة هذا البرنامج أو هذه الفعالية، المخرجنا يعرب، بخصوص الفعالية اللي تجمع الإنجازات الوطنية اللي مثلها أو اللي سماها الدانات الكويتية. هم فعلا دانات من بلدي، عندهم إنجازات كويتية وتسجلت باسم الكويت، وأنا اليوم يعني أحد المشاركين لهذه الفعالية اللي عندي بحث علمي
وحصلت على الجائزة الأولى باسم دولة الكويت. فشكرا للأستاذ يعرب، شكرا لفو، شكرا لكل من شارك في هذه الفعالية. صار لنا تقريبا فوق شهرين وإحنا نشتغل على هالفعالية الحلوة، والحمد لله بين نجاحنا اليوم. تفاعل الجمهور كان شيء رهيب والكل مستانس، كلنا شغلنا وكلنا تعبنا والحمد لله اليوم بين مجهودنا. تدربنا تحت ايادي دكاترة وساتذة يعني كبار كلن في مجاله، والحمد لله بين التعب اليوم.